مرحبا بكم على قناة خالد با يوسف. اولا وقبل كل شيء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا حتى يصلكم الجديد. الريش يراول نوب بيسوي الرين الريش يراول نوب بيسوي الرين. السلام عليكم، عدنا والعود احمد. جينا نهضروا اليوم على الماتش ديال الرجاء اللي مازال حنا كنشوفوا وكننتظروا. البعض كيقول ان المقابله تاجلات، البعض كيقول ان مازال ما حسموش فيها. كنتمنوا انها تاجل، تاجيل في الصالح ديال الرجاء البيضاوي ماشي في الصالح ديال الزمالك المصري، بحكم ان الرجاء البيضاوي غادي ترجع قويه على الفتره الراهنه. علاش؟ حيت غادي يرجعوا لها العناصر وغادي يكونوا خيارات بزاف للمدرب السلامي. النقص العددي اللي كان عند الرجاء ما غاديش يبقى. الزمالك شفناها دفاعيا ولكن ما شفناهاش هجوميا، لانه الا حسبنا غادي نلقاو واحد الربعه ديال الهجمات ولا خمسه في الماتش كامل، وهما هجمات مرتده ما كانوش منظمه. غير الفكره الواضحه هو انهم عندهم اظهره مزيان. ما شفناش الزمالك هجوميا، ما شفناش واحد البناء اللي هو منظم للهجمه قد ما شفنا الزمالك مدافع بواحد التركيبه بشريه اللي هي هائله. الا استثنينا قلب الهجوم ديالهم هو اشرف بن شرقي، اما الباقي كله كيرجع للدفاع ديال الزمالك. السيناريو اللي مشات به المقابله خلانا نعرفوا الرجاء هجوميا ونعرفوا الزمالك دفاعيا. وكنتمنوا السلامي في هذه المقابله اللي جايه انه ما يطيحش في نفس الغلط ونفس الخطا اللي دار انه خرج متولي. والقضيه اللي تارت الانتباه ديالي هو ان الرحيمي خرج في تصريح كيقول لهم ان الحكم قال ليه راه الزمالك عطوني تقرير على انك كتمثل وكطيح بزاف. اللي ما بغاتش تفهم ليا واش افريقيا ولا الكاف ما تبعش للفيفا، واش عندها قانون ديالها الراسها باش ان حكم غادي يجي فريق يعطيه تقرير؟ اش من علاقه عند فريق مع حكم؟ ما فهمتهاش هذه. واش القانون ديالهم بوحدهم واش الفارقه؟ ما فهمتهمش. المهم كنتمنوا ان الفرقه رغم الظلم التحكيمي، رغم المؤامرات، رغم بزاف ديال الحوايج، نساو داك الشيء، نضربوا الشبكه. راه الا ضربنا الشبكه وما قبلوش الحكم تما غادي نوقفوا المقابله. ما يمكنش انك تضرب الشبكه ويقول لك ماشي هدف. كيبقاو دوك الجزئيات رغم انهم كيتدخلوا فيهم، رغم ان الظلم التحكيمي، رغم ان لان مصر راه معروفه راه دابا غادي يمشيو يقدروا يدير لهم شي. واخا راه استقبلناهم مزيان وشفنا كيفاش دوزوا في كازا وهذا، حيت يمشيو تما غادي يلقاو اشياء اخرى. وهذا الشيء كنا دائما كنشوفوها لا في مصر لا في تونس لا في اي دوله في هذه الدول اللي كتقولوا انهم شقيقه. نجيو للرئيس ديال الزمالك. كاين واحد الصوره شتها دابا في الفيسبوك اللي هي هذه، قراوها مزيان. كيقول لهم ماشي مشكل زعما ان ماشي مشكل تاجل المقابله، تنقرا لكم. قال لهم هنا انا موافق على تاجيل لقاء الرجاء والزمالك لحين شفاء ابنائنا لاعبي نادي الرجاء، فنحن شعب واحد. دابا هاد المسكين ديالو ما فهمتوش، لان نفس الشخص هو اللي كان فين ما خسر شي مقابله في الدوري المصري كيقول لهم داك الفريق الخصم راه جايب واحد الساحر مغربي حاطو تما كيسحر لنا. ما عقلتش شكون ماتش ضد شي فريق مغربي انه خسر كيقول لهم راه السحر هذاك راه ما مفهومش. ماشي مشكل، المهم كنشكرك على التصريح هذا. اذا كما قلت لكم كنتمنوا الفوز للرجاء، الفوز للوداد، الفوز للبركان، وهارد لاك لحسن سكادير. عطات مقابله ودارت مقابله كبيره، ضربه جزاء قلتها ومازال كنعاودها ان فيها شكوك راه ما كايناش، وهذاك الشيء قاعد هو التحكيم ديالنا. وصلنا لاخر هذا الفيديو، كنتمنوا تاهل جميع الفرق المغربيه. السلام عليكم. عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.